نروح للاستاذ صابر المشرفي الكاتب والباحث في الشان التركي. استاذ صابر مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ صابر. يعني كيف يمكن وصف الحاله التركيه والدوله التركيه بعد مرور 3 سنوات على ما يعرف بالانقلاب الفاشل ضد اردوغان؟ بالتاكيد طبعا اليوم هو الذكرى الثالثه لمحاوله الانقلاب الفاشل التي حدثت في 15 يوليو 2016، وزي دلوقتي كده كنا نرى على شاشات التلفزيون دبابات تقطع حركة المرور على جسر البوسفور لأول مرة ولأول سابقة تاريخية في تاريخ الانقلابات التركية، يعني تركيا عريقة في الانقلابات، لكن لأول مرة كان في دبابات بتغلق جسر البوسفور، وكان في طيارات F-16 بتقصف البرلمان، وده ما حصلش في أي انقلاب قبل كده، وكان في استهداف للمدنيين، وكان في يعني تعامل مع الشرطه واستهداف مقرات الشرطه، مما يدل على ان الانقلاب كان مفبرك، لانه النتائج ديت كلها او الاحداث اللي وقع دي كلها يعني كان هدفها هو ايجاد رد فعل شعبي واسع ضد هذه الحركه المخطط لها سلفا، حتى يعني يستغلها اردوغان استغلالا جيدا ويحقق ما لم يستطع تحقيقه قبل هذه المحاولة. فالذي لم يستطع تحقيقه قبل هذه المحاولة هو السيطرة التامة على القضاء. كان في محاولات قبل كده بدأت من 2013، وخاصة بعد ظهور تحقيقات الفساد المعروفة اللي كان متورط فيها أحد أبنائه وأبناء بعض الوزراء وبعض الوزراء في حكومة أردوغان. وبدلا من أردوغان أنه هو يعني يأمر بفتح ملفات التحقيق في هذه الملفات الفساد هذه، إلا أنه يعني طبعا غض الطرف عن ذلك، وبدأ يجري عمليات تطهير واسعة في صفوف الشرطة وفي صفوف القضاء. ولما طبعا الحركة دي بدأت يعني تثير سخط شعبي، وبدأت المؤسسة العسكرية تنتبه أن أردوغان بيعبث في البنية الأساسية في الدولة، وبيحاول أن يؤسس له دولة شخصية موازية تتبنى أفكاره المعروفة، كان هناك المخطط ومخطط هذا الانقلاب، وكان بهدف السيطرة التامة على جهاز القضاء والسيطرة على المؤسسة العسكرية. والدليل على ذلك أنه تاني يوم مباشرة بعد الانقلاب، يعني يوم 16 يوليو، وجدنا قوائم جاهزة لعزل القضاة الذين لم يشاركوا في الانقلاب في علاقتهم بالانقلاب، يعني وجدنا قوائم جاهزة لفصل معلمين ولفصل يعني بيروقراطيين في أماكن مختلفة، وجدنا عسكريين لم يشاركوا أصلا في الانقلاب، وجدنا كل هذه الأشياء. طبعا أردوغان حقق بعض المكاسب على المستوى الشخصي، منها السيطرة الكاملة، منها النظام يعني الرئاسي اللي هو كان بيحلم بيه ويدعو إليه من بداية 2010 2011. ولكن رغم تحقيقه كل ذلك أستاذ صابر، يعني لماذا تراجعت شعبيته؟ لماذا تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي ونحن نرى الانشقاقات يعني تحدث داخل هذا الحزب؟ يعني طبعا ده لا يقبله يعني الشعب التركي بشكل عام. هو وضع الشعب التركي في مأزق وصبر لهم، اللي هو مخلص لهم من هذا المأزق، لكن بدأت الأمور تتكشف شيئا فشيئا، وبدأت أوراق اللعبة تنكشف، منها ورقة الاقتصاد، وهي ورقة شديدة الأهمية التي كان يتباهى بها هذا النظام بحجة الاستقرار. فبدأنا نجد على سدة وزارة الاقتصاد صهره، ورغم الفشل الذريع تلو الفشل، إلا أنه ما زال مصر عليه، الصناديق السيادية المختلفة هو مسيطر عليها. الآن الشعب التركي يتحسس جيبه، والآن الشعب التركي بدأ يستفيق على أنه كان ضحية مؤامرة كبيرة حيكت عليه بمهارة شديدة من جهاز الاستخبارات اللي بيستولي عليه حسان فيدان، وهو يعني أبرز مساعدي أردوغان. وهنا بدأت الأقنعة تسقط، وبدأت شعبيته تنهار بالشكل اللي احنا شفناه. ولعل الانتخابات اللي كانت في اسطنبول وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض للمرة الثانية أكبر دليل، صفعة مؤكدة على وجه هذا النظام اللي كان يتباهى بأن شرعيته جاية من الصناديق، في حين أنه الأمر ما كانش بالشكل اللي هو كان بيصوره. وحتى المجتمع العربي بدأ يعني يفهم كثير ممن حضرتك تحدثت عنهم، ان هم كانوا مبهورين بالنموذج التركي، فهم انه يعني الموضوع ليس كما يتصوروا، ان الامر لعبه كبيره وخدعه كبيره. حتى الفيديو اللي انتم عرفتوه ده تاريخه قديم من 2015، لكن الناس ما كانتش بتصدق الكلام والمعلومات ديت، وكانوا يعتقدون
انه الكلام ده مجرد يعني اقاويل، والكلام ده كتبه بوضوح الكاتب الصحفي التركي المعتقل اللي كان معتقل وخرج قبل فتره علي بولاج، وفصله بشكل كبير جدا يعني. اتفضل حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التحليلات الاستاذ صابر المشرفي الكاتب والباحث في الشان التركي. وطبعا كنا احنا بنعرض صور لاكرم امام اوغلو عمده او رئيس بلديه اسطنبول، اللي رغم انف اردوغان ورغم انف نظامه فاز مره ثانيه بالانتخابات اللي أعادها أردوغان غصبا عن الشعب التركي اللي اختار أكرم أوغلو مرتين. ترى في الذكرى الرابعة لما يعرف بالانقلاب الفاشل على أردوغان السنة الجاية، كيف ستكون تركيا وكيف سيكون الاقتصاد التركي وكيف سيكون النظام التركي بشكل عام؟